وده ياخدنا للموضوع الثاني واللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا، ويعني الاخبار كلها نقلته والسوشيال ميديا اتكلمت عنه، وهو اسم المصرية الدكتورة نعمة شفيق، وهي الاسم دلوقتي يعني الاكثر تداولا في الاخبار تحديدا الامريكية وطبعا الاخبار العالمية. الدكتورة نعمة شفيق هي رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، وبسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين اللي حصلت في الجامعة عندنا مشكلة. عندنا مشكلة لأنه أو عندهم مشكلة. فلأنه السيدة أو الدكتورة نعمة شفيق يعني واللي هي يعني رئيسة للجامعة تعرضت لانتقاد من جميع الأطراف المؤيدة أو المعارضة للاحتجاجات اللي بدأت داخل حرم الجامعة في 17 أبريل. وده تسبب في تعرض رئيسة الجامعة نعمة شفيق للاستجواب حول معاداة السامية داخل الحرم الجامعي من لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب اللي بيقودها الجمهوريين. جزء شايف ان الطلاب من حقهم ان هم يعتصموا او يعبروا عن رأيهم، خاصة ان الوضع في غزة وفلسطين لا يحتمل. البعض الثاني شايف انه لازم يتم اخلاء مخيم للمتظاهرات أو المظاهرات، وبيطالبوا بسحب كمان الاستثمارات المتعلقة بأنشطة إسرائيل. المهم رئيسة جامعة كولومبيا أصدرت بيان قالت أن الجامعة ألغت حضور الفصول الدراسية ونددت مرة تانية باللغة المعادية للسامية وسلوك الترهيب والمضايقات اللي حصل، وقالت أنه حدث في الحرم الجامعي. طلبت الشرطة للطلاب ودخلت في صدام معاهم، اعتقلوا أكثر من 130 طالب، ومن هنا كانت الشرارة اللي أشعلت موجة تظاهرات في جامعات نيويورك كلها. وبالرغم من كده ما زالت تواجه الدكتورة نعمة شفيق الانتقادات من المجتمع الأمريكي والكونغرس والجمهوريين، وطلبوا يعني مجلس النواب الأمريكي أنه يكون في ضغط لاستقالة الدكتورة نعمة شفيق من منصبها. إيه اللي هيحصل؟ أدينا بنتابع ما الذي سيحدث في هذا الأمر. ولكن حتى هذه اللحظة الوضع زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، في مظاهرات مستمرة ومنتشرة أشعلتها الدكتورة نعمة شفيق.